بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 والمجلس 20 في مذاكرة كتاب أحاديث في الفتن والحوادث للشيخ المجدد شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجل تضرب لمته بين كتفيه رجل. عندك كأحسن ما يرى من أدم الرجل ولا من أدم الرجال؟ كأحسن ما يرى من أدم الرجل أو من أدم الرجال؟ عفى الله عنك، الرجل مفرد. كأحسن ما يرى من أدم الرجال. عفى الله عنك. فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين كتفيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضع يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح ابن مريم. ورأيت رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي بوب عليه المصنف رحمه الله بابا، قال: باب ذكر المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم، أي ما جمع الله في ذكرهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. وذكر فيه الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة. فهذه رؤيا منام، ورؤيا المنام في حق النبي وحي، ورؤيا المنام في حق غير النبي لا تكون وحيا، وبالتالي لا يثبت عليها لا حكم شرعي ولا عملي ولا عقدي، وغاية ما فيها أنها مبشرة من المبشرات. وسبق بيان أن الوحي يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم بعدة أشكال، أليس كذلك؟ ما هي؟ هذا واحد. اثنين، ثلاثة. هذه مهم منك، هذه غش، هذا غش. أكملها. جاره ذكرها. قلنا لكم إن أشكال الوحي ستة: إما أنها تأتي على هيئة صلصلة الجرس، وهذا أشد ما يكون على النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية: رؤيا منام يراها النبي في نومه، فهي وحي من الله له. الثالثة: ما يلقى في روعه. الرابعة: أن يأتيه الملك على هيئة رجل، وأكثر ما كان يأتي
على صورة دحية الكلب رضي الله عنه. هذه إيش؟ الرابعة. الخامسة أن يراه، أن يرى نبينا الملك على صورته الحقيقية، وقد رآه مرتين لما نزل من غار حراء، والثانية لما عرج به إلى السماء، فإن قوله جل وعلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الداني المتدلي هو من؟ جبرائيل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته في معراجه. السادس ما يوحيه الله إلى رسوله مباشرة، مباشرة أي من غير واسطة، ولهذا أوحى الله إليه أمر الصلاة، فإن الصلاة افترضها الله على نبيه من غير واسطة. يقول صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم، آدم يعني شديد السمرة، بشرته حنطية لكنها فيها سمرة كأحسن ما يرى من أدم الرجال أي من سمار الرجال، تضرب لمته أي شعره إلى كتفيه. وهذا فيه إشارة إلى مسألة وهي سنة إطالة الشعر، فإن الشعر يستحب أن يطال، ولقد كانت لمته عليه الصلاة والسلام تضرب أحيانا إلى أذنيه وأحيانا إلى كتفه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يحلق شعره إلا في نسك، لا يحلق شعره إلا في نسك، سواء نسك حج أو عمرة. وهذه من السنن الخفية الآن، أن يحرص المسلم على أن يزيل شعره في حج أو عمرة، ليفد إلى هذا البيت مرة بعد مرة. أما ما يفعله بعض الناس من تطويل شعورهم وحلق لهاهم فقطعا ليس هذا من السنة، وإنما هذه من الخنفسة والتشبه بالفاجرين والماجنين والكافرين. عيسى عليه السلام أريه النبي وهو ولمته تضرب إلى كتفيه، رجل الشعر يعني ناعمه مرجل كأنه ممشوط، يقطر رأسه ماء، وهذا كما ينزل إذا نزل في آخر الزمان، إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة أي من أثر نعيمها ورطوبتها وخيرها، واضعا يديه على منكب، على منكبي رجلين، يد على المنكب على الكتف ويد أخرى على الكتف الثاني، وهو يطوف بالبيت. وأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كانوا يحجون هذا البيت ويعظمونه. في حجته عليه الصلاة والسلام مر بوادي قديد، هذا الوادي الذي يبعد عن مكة 170 كيلا، وهو واد عظيم يأتي من حرة بني سليم ويصب في البحر. لما هبط في الوادي قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي قديد يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لكأني أنظر إلى صالح وإلى هود وإلى شعيب يؤمون هذا البيت على أجمل حمر خطمها الليف، أي يقصدون هذا البيت حجاجا وعمارا له. فقلت من هذا الذي يطوف بالبيت على هذه الصفة؟ قالوا المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما عرج به إلى السماء، فإنه لقي عيسى في السماء الثانية، في السماء الثالثة في الثانية
يحيى، وفي الثالثة عيسى بن مريم، وفي الأولى آدم عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال: ورأيت، أي في منامي، وهذا وحي، ورأيت رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى. رجلا إذن ليس أنثى، فالدجال المسيح رجل. جعد أي شديد جعودة الشعر. قططا أي شدة الجعودة، وهذه غالبا ما تأتي ذما وقد تأتي مدحا. فشعره جعد وهو قطط، يعني يضرب إلى القصر في جسمه. أعور العين اليمنى، عينه اليمنى عورا، حتى شبهها صلى الله عليه وسلم بأنها كعنبة طافئة، أي عين ممسوحة بياضا. طيب، جاء في الروايات الأخرى في مسلم وفي غيرها إنه أعور العين اليسرى، هل يكون عوره في اليمنى وفي اليسرى جميعا؟ إذا كان ذلك فهو أعمى ليس أعور. كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ نجمع بينها أن العور في عين الدجال اليمنى، عوره في عينه اليمنى كما دلت عليه أكثر الروايات والأحاديث، وما جاء في صحيح مسلم وغيره أنه أعور العين اليسرى، أي بالنسبة للرائي له، فإن الرائي الناظر إلى الدجال يرى العور في الجهة اليسرى من هذا الرائي، الجهة اليسرى ممن؟ من هذا الرائي. قال: ورأيت رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن. ابن قطن هو عبد العزة ابن قطن، وكان ممسوح العين اليمنى، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم به. وليس في هذا تقبيح لابن قطن مع أنه كان مشركا وكافرا، لكن هذا من شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام وشدة نصحه لأمته وخوفه عليهم أن فصل لهم أمر الدجال، حتى شبهه بمن يعرفه الصحابة المخاطبون وهو عبد العزة ابن قطن. هذا الدجال رآه النبي واضعا يديه أيضا على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. كيف يطوف الدجال بالبيت؟ هذا إشارة إلى أن الدجال قبل إظهار دجله وكذبه وكفره بأنه يدعي أنه رب العالمين، أنه يظهر الإسلام ويظهر شعائره، لكن حال دجله حرام عليه مكة ولن يدخلها، لن يدخل الدجال مكة. إذن هذا الذي رآه على هذه الصفة هو الدجال. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى أن العبرة ليس بظاهر عمل الإنسان، وإنما العبرة بأمرين عظيمين مهمين: الأول بحقيقة عمله بينه وبين ربه في باطنه، أي في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب وعمر بالتوحيد والإيمان تبعه البدن بالصلاح. فليست العبرة بالظواهر، إنما العبرة بالمقاصد والنية وما في القلب. الأمر الثاني الذي عليه العبرة وعليه المعول: ما يختم للإنسان به. فقد يكون في أول أمره صالحا ثم يرتد وينكس على عقبيه فلا ينفعه صلاح أوله، ولهذا العبرة بالخواتيم. وفي الصحيحين
يقول صلى الله عليه وسلم: وإن العبد، وفي لفظ وإن الرجل، وفي لفظ وإن المرأة ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد في رواية وإن المرأة، وفي رواية وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وصدق وبر عليه الصلاة والسلام، فلقد دخل الجنة أناس لم يسجدوا لله سجدة، آمنوا في الضحى من النهار، ودخلوا مع النبي في الجهاد وقتلوا ولم يصلوا ولا ركعة واحدة، مع أن غالب عمرهم وحياتهم كانت في الكفر والشرك. وفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للدجال على هذه الصفة يطوف بالبيت فيها إشارة إلى ما كان فيما سبق من الأحاديث في خبر عبد الله بن صياد، فإن ابن صياد وهو صائف أو صافي اليهودي الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره أنه يتكهن ويتدجل، فخرج عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ومعه أبو بكر وعمر، وكان يتخبى له عليه الصلاة والسلام من وراء جذع النخل، وعلى ابن صياد كساء قد تجلى بها، فرأت أمه رسول الله فقالت: إيه صاف، أو أي صاف، انظر محمدا. فكشف الكساء الغطاء عن وجهه وعن بدنه، فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الجذع، كان يريد أن ينظر كيف يصنع، وكان شابا عمره 16 سنة. فقال له عليه الصلاة والسلام مختبرا: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، وهكذا هم الدجاجلة الكهان، يأتيهم خبر صادق من الجن وخبر كاذب. قال: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك عرش إبليس، لئلا يتوهم أو يوهم أنه يرى عرش الرحمن. ثم اختبره فقال صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. أسر النبي في نفسه شيئا وخبأه عنه ليمتحنه، فألقاها الشيطان على قلب ابن صياد ولم يتمها، وقد خبأ له النبي سورة حاميم والكتاب المبين سورة الدخان، فقال ابن صياد: هو الدخ، ولم يكملها لأن الشيطان هرب، ألقى له حرفين وهرب. فقال عليه الصلاة والسلام عندئذ لما تأكد من كهانته وكذبه: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يلا، الله يقويك. لا، قال: دعه يا عمر. لماذا تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذا من أصحابه؟ وينك؟ هل ابن صياد من أصحاب الرسول؟ أبدا. قف واقفا، لأنه لا،
قف واقفا. اي لا، قال عليه الصلاة والسلام: دعه، لأن هذا يهودي، ولم تزل مدة المعاهدة بينه وبين اليهود لم تنقض بعد، وما كان محمد بن عبد الله نقاضا للعهود ولا غدارا بها. يعلمنا أننا لا نغدر بعهد ولا نخلفه، ولأنه عليه الصلاة والسلام نما إليه أنه يتكهن فظن أنه الدجال، وهذا ظن بشري، ظن أنه الدجال، وقد قال لأمته: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أكفيكم إياه، فذهب يتأكد أنه هو أو ليس بهو، ولهذا عرف أنه كاهن كذاب يدعي علم الغيب وتلقي إليه الجن بعلمها. لما قال عمر: دعني فلا أضرب عنقه، من حماسة عمر ورضي الله عن عمر وغيرته على دين الله، قال صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فإن يكن هو، إن يكن هو ابن صياد الدجال فلن تسلط عليه، لن تسلط عليه. رجع عليه الصلاة والسلام، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وبنته حفصة أم المؤمنين وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهم كانوا يحلفون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، والنبي لا ينكر عليهم ولا يصحح لهم بل يقرهم، لكن ابن صياد وقتئذ كان مظهرا للإسلام ولم يكن دجالا، بل عاش في المدينة وتزوج ولد له وخرج مع أبي سعيد في جماعة من أهل المدينة يريدون مكة عمارا، فدل على أن ابن صياد وقتئذ لم يكن دجالا، لأن المدينة ومكة محرمة على الدجال حال دعواه الدجل، وهنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الدجال يطوف بالبيت، أي قبل ظهوره بهذه الفتنة الباقعة العظيمة الفظيعة. أما حال ادعائه أنه رب العالمين وافتتان الناس به فإن مكة والمدينة محرمتان عليه. ابن صياد هذا عاش في المدينة مظهرا للإسلام، والناس يستوجسون منه خيفة وكانوا ينابذونه، حتى إن ابن عمر رضي الله عنهما لقيه في إحدى طرقات المدينة وكان مع ابن عمر عصا، فتعرض له فما زال ابن عمر يضربه حتى فقد ابن عمر شعوره في ضربه، وانتفخ ابن صياد حتى كاد أن يسد الطريق، ثم فكه الناس منه ودخل ابن عمر على أخته حفصة أم المؤمنين وباق فيه أثر الغضب، فقالت له حفصة رضي الله عنها: ما لك وله يا أخي، لماذا تتعرض له؟ ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج إثر غضبة يغضبها، لا سيما بعدما انتفخ وسد الطريق؟ ابن صياد هذا فقد في غزوة الحرة في سنة 60 فلم يعرف له على أثر، وهذا من شواهد احتمال أنه هو بعينه الدجال، وأنه استخفى إلى أن يظهر في آخر الزمان بإظهار الله له. ومما يؤيده أيضا أن أعظم أتباع الدجال من هم؟ اليهود، فلا غرو أن يكون الدجال يهودي المتحد، يهودي الأصل، لأن أخبث
عباد الله من هم؟ اليهود، هم أخبثوا عباد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: من أحاديث الدجال ولابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور وأجعد هجان أحمر. لا، الدجال أعور أجعد هجان، أي مهجن. أحسن. نعم. الدجال أعور أجعد هجان أحمر، كأن رأسه غصنة شجرة، أشبه الناس بعبد العزى بن قطن. نعم. لما ذكر رحمه الله حديث المسيح وحديث الدجال وقد أفرد له بابا مستقلا، أعاد مرة أخرى بذكر هذه الأحاديث لأنها زادت على ما بوبه سابقا، فقال: من أحاديث الدجال. لماذا أعاد الشيخ المصنف الكلام على الدجال مرة بعد أخرى؟ ويمكن أن نقول إن أكثر ما ذكره في هذا الكتاب هو يدور على أحاديث الدجال. هذا من فقه الشيخ المصنف ومن علمه ومن صناعته في علم الحديث، أنه نوه بكثرة أحاديث الدجال وتبويباتها. لماذا؟ لأنه أعظم الفتن وأشنعها، بل وأفظعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. ولهذا كرر وأعاد وأبدى ونوع التراجم في ذكر أحاديثه نذارة للناس ولفت للانتباه إليهم، وتأكيدا على ما تكاثرت فيه الأحاديث حتى بلغت في مجموعها مبلغ التواتر المعنوي في ذكر الدجال. والتواتر عند أهل العلم في الأحاديث نوعان: تواتر لفظي، أي أن ترد لفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويها جمع كثير يستحيل في العادة أن يتواطأ على كذب. من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الجماعة. من الجماعة؟ الجماعة هم السبعة. من هم السبعة؟ عدوا معي: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. كم ذولا؟ سبعة. هؤلاء يسمون بالجماعة. روى الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا متواترا في لفظه أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا متواتر لفظي. النوع الثاني من التواتر التواتر المعنوي، وهو أن تأتي أحاديث كثيرة في موضوع معين محدد، وهذا أكثر ما جاءت به الأحاديث. ففرض الصلاة متواتر لفظا، وكذا سائر أركان الإسلام متواترة تواترا لفظيا. فضل الجهاد في سبيل الله تواترت الأحاديث فيه تواترا معنويا كما في أركان الإسلام، وكذلك أحاديث الدجال بلغت مبلغ التواتر المعنوي. قال: ولابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، وابن أبي شيبة هذا شيخ لمن ومن؟ شيخ للإمامين البخاري ومسلم، وقد توفي رحمه الله في سنة 224 بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور أجعد، أعور العين اليمنى، أجعد الشعر، هجان أحمر، لونه أحمر، يعني حنطي يضرب بحمرة. ما معنى هجان؟ العرب تسمي المتهجن من لونين، يسمون لونه هجينا، يسمى لونه هجين. ولهذا عند العرب إذا طرق الفحل المجهم الأسود الناقة
الوضحة البيضاء فأنتج لونا لا ينزع إلى أبيه ولا إلى أمه، تسمي اللون هذا الأزرق أو الأورق يسمونه هجان، أي هجين من هذا وهذا. ومعنى الهجين والهجان الذي ليس أصيلا، وفي هذا قدح للدجال في أصل نسبه. قال كأن رأسه أي شعره غصنة شجرة، شجر العرب الغصن منه يكون الشعر متناثر ومتجعد، لأن أشجار العرب الماء فيها قليل وبالتالي يكون ورقها يسير، وهذا فيه تشبيه لشعره بشدة الجعودة. قال أشبه الناس به أو أشبه الناس بعبد العزى ابن قطن، وكان عبد العزى ابن قطن أحمر أعور العين، ممسوحة عينه بياضا وشديد الجعودة. نعم. ولأبي داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة، عريض النحر فيه اندفاع مثل قطن بن عبد العزى، فقال الرجل يضرني يا رسول الله شبهه، قال لا أنت مسلم وهو كافر. عبد العزى بن قطن كان على غير الإسلام ثم أسلم، فلما شبهه النبي به وأسلم قال يضرني شبهه يا رسول الله، أنه يشبهني، وشبه الخلقة ليس للإنسان فيه دخل، إنما هذا لا اختيار له فيه ولا رغبة، ولهذا لم يترتب عليه إثم أو يترتب عليه عمل. قال لا يضرك شبه بك فأنت مسلم وهو كافر. وفي الحديث حديث أبي داود الطيالسي قال صلى الله عليه وسلم أما مسيح الضلالة، لأن المسيح مسيحان، مسيح الهداية ومسيح الضلالة. من مسيح الهداية؟ عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. لماذا سمي عيسى بن مريم مسيحا؟ لأن الله أيده بآية يمسح على المريض فيرجع صحيحا، يمسح على الأكمة أي الذي لا يسمع فيرتد سميعا، يمسح على الأعمى فيرتد بصيرا، يمسح على الأبرص فيرتد إيش نظرا في جلده، يذهب بصر يذهب برصه. أما الدجال فإنه مسيح أي ممسوح العين اليمنى، عينه ممسوحة بيضاء، شبهها نبينا بالعنبة الطافئة صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث المسيخ بالخاء المعجمة لأنه مسخة في خلقه، خلقته ممسوخة أي قبيح جدا، وسمعتم ما جاء في وصفه، فإنه أجلى الجبهة، على عينه جلدة غليظة، غائر العينين، منتفخ الجبين، وهذه مسخة في الخلقة، فهو مسيخ أي ممسوخ، وهو مسيح أي عينه ممسوحة، واسمه مسيح الضلالة لأنه يضل الناس أعظم إضلال، فيدعي أولا أنه ولي ثم يدعي أنه نبي، فيبلغ منتهى شره وعظيم خطره فيدعي أنه رب العالمين. عريض النحر أي أن رقبته عريضة وما بين منكبيه عريضين، فعرض الرقبة وعرض الكتفين يجعل نحره عريضا، فيه اندفاع، ومعنى اندفاع أي أنه محدب منحني. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال خرجت إليكم وقد بينت لي ليلة القدر ومسيح الضلالة،
فكان تلاح بين فلان وفلان، رجلين في المسجد تلاحيا أي تخاصما، فذهبت لأحجز بينهما يفصل بينهما لئلا يتقاتلا، فأنسيتهما ليلة القدر وماذا؟ ومسيح الضلالة، وسأبدو لكم بدوا، يعني أصف لكم بعض ما بقي، أما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان وفي وتر، وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض النحر فيه اندفاء أي انحنى مثل قطن ابن عبد العزى. فقال قطن رضي الله عنه: أيضرني يا رسول الله شبهه؟ قال: لا، أنت مسلم وهو كافر. وهذا فيه أن المعصية تذهب البركة، فإن المسلمين في أحد عصى بعضهم معصية واحدة في معصية الرماة، فكان من جرائها هزيمة المسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلاحى رجلان أي تسابا في المسجد، فكان من جراء ذلك أنه لم تحدد لنا ليلة القدر، ولم يحدد لنا وصف أبلغ في المسيح الدجال. وهذا كما يقال فيه شؤم المعاصي، شؤمها وخطرها. نعم. ولابن ماجه بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أفواج كأن وجوههم المجان المطرقة. نعم، هذا حديث ابن ماجه، ويقول الشيخ أن إسناده إسناد صحيح عن أبي بكر الصديق عبد الله ابن أبي قحافة صديق هذه الأمة وأفضل أتباع الأنبياء عليهم السلام قاطبة. صحيح، الصديق أفضل أتباع الأنبياء قاطبة، أفضل من أتباع موسى وعيسى وأتباع نوح وإبراهيم. يقول أخونا هناك: ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي متوافر، حي بين أظهرنا، متوافر أي لم يغب عنا. كنا نقول: أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. أفضل الناس يدل على أنه أفضل أتباع الأنبياء قاطبة، وهذه خصيصة للصديق وخصيصة لهذه الأمة. فأما للصديق فهو بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم ولهذه الأمة، لأنها أفضل الأمم وأزكاها وأتقاها لله عز وجل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، وخراسان معلومة وهي بلاد فارس تسمى الآن بإيران، ومرنا في الأحاديث أنه يخرج من أين؟ من يهودية من يهودية خراسان في أصبهان، يتبعه أفواج أي أعداد كثيرة يؤمنون به ويصدقونه. هؤلاء الأفواج الكثيرون كأن وجوههم المجان المطرقة، وهذا علم على الترك والتتر، وجوههم مفلطحة كأنها تروس مطرقة طرقت حتى تفلطحت. وهذا الوصف يجمع من؟ يجمع الأوثنيين وعباد الأحجار والأشجار وعباد القبور، فإنهم بهذا الوصف. وقد سبق لنا أن أتباع الدجال كم صنف؟ كم صنف؟ نسيت؟ ذكرناها يا أخي. شيخ فهد. نعم. عباد الأوثان. عباد القبور. المنافقين. كل منافق ومنافقة. الكفار.
هذا مشكلة العلم، الذي لا يذاكره لا يحفظه. النساء أتباع الدجال أصناف، عدوا معي: اليهود والنصارى المثلثة والوثنيون. الوثنيون أتباع له، والقبوريون عباد القبور، ها، والنساء والأعراب وضعاف العلم والدين، ومنهم الخوارج. ومن باب أولى الملاحدة، ومن لا دين لهم سيتبعون الدجال. تعرف أتباع الدجال أيها المؤمن إذا عرفت من سينجو من اتباع الدجال، لأن الناس إما تبع للدجال وإما أنهم مخالفون له. وسيخالف الدجال المؤمنون الموحدون المستمسكون بدينهم المعتصمون بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء سلم ونج من الدجال واتباعه. نعم. ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن سفينة رضي الله عنه مرفوعا: إنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، ألا وإنه أعور العين الشمال، وباليمنى ظفرة غليظة بين عينيه كافر. الحديث. ولأبي داود الطيالسي صاحب المسند، وهو شيخ الإمام مسلم، في مسنده عن سفينة، سفينة هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي روى أحاديث الخلافة، فإنه في ما رواه البخاري في صحيحه عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله بعد ملكه من يشاء. في هذه الرواية عن سفينة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، يعني من أول الأنبياء إلى آخرهم. من أول الأنبياء؟ أول الأنبياء من؟ آدم عليه السلام. من أول الرسل؟ أنت. من هو؟ عيسى، ها؟ أول الرسل عليهم السلام نوح. فقوله ما من نبي يشمل الأنبياء جميعا، أول الأنبياء آدم، إذن آدم أنذر أمته الدجال، ونوح أنذر أمته الدجال، وأشد أنبياء الله إنذارا وتحذيرا منه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ألا، وألا أداة حظ، ألا إنه أعور العين، ألا وإنه أعور العين الشمال. ومعنى أنه أعور العين الشمال أي بالنسبة للرائين، بالنسبة للرائين، أما هو في نفسه فعوره في عينه اليمنى. قال: وباليمنى ظفرة غليظة، أي جلدة غليظة قد تدلت على عينه، بين عينيه كافر، أي مكتوب بين عينيه في جبهته كافر، يعني كافر. يخرج معه واديان، أحدهما جنة والآخر نار، أما جنته فنار تلظى، وأما ناره فماء بارد. ثم يقول الدجال، هذا في تتمة الحديث: ألست بربكم أحيي وأميت؟ فيريهم أنهم يحيي وأنه يميت، فينخدع به عامة الناس من الكافرين ومن ضعاف الإيمان، يصدقونه في شبهاته، ولا يسلم منه إلا المؤمن الصدق. نسأل الله أن نكون من أهل الإيمان الصادق. نعم. ولأبي داود في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن المسيح الدجال قصير أفحج جعد أعور،
بصير أفجح جعد أعور. نعم. تقديم الحاشة. ها؟ تقديم الحاء ولا؟ ها؟ عندي أفحج. إيه. تقديم الحاء على الجيم أفحج. يعني إذا مشى فحج بين ساقيه. أحسن الله عليك. إن المسيح الدجال قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحرا. فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور. آه. قال ولأبي داود في سننه. من أبو داود؟ سليمان بن الأعشعث السجستاني. أما إذا أراد الطيالسي فإنه ينبه عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عبادة بن الصامت الخزرجي الأنصاري أحد النقباء في العقبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر عليهم خبر الدجال مرة بعد مرة. لماذا؟ ليعقلوا عنه هذا الحديث، وليحفظوه، ولينتبهوا إلى عظم هذه الفتنة وشناعتها. فكررها عليهم عليه الصلاة والسلام في غير ما مناسبة لتعقل عنه. ثم قال: إن المسيح الدجال. دجال لدجلة، صيغة مبالغة على وزن فعال، وهي في الدجال ليست مبالغة بل حقيقة. قصير أفجح، وقصره ليس القصر البين، وإنما قصر إلى الربعة، فليس طويلا فارعا ولا بالقصير القزم، ولكنه إلى القصر أقرب. أفجح يعني مباعد ما بين الساقين، إذا مشى فجح بين ساقيه ورجليه. جعد أي جعد الشعر. أعور وعوره في عينه اليمنى. طيب، هذا العور هل عينه ناتئة بارزة أو أنها جحراء غائرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: مطموس العين ليست بناتئة أي جاحظة، وليست بغائرة أي جحرة، دل على أنها ممسوحة مسح بيضة، فليست بالغائرة وليست بالناتئة. وهذا في بيان وصف عوره. قال صلى الله عليه وسلم: فإن التبس عليكم، معنى التبس عليكم يعني شككتم فيه بما معه من المخاريق وما معه مما يدعي به الربوبية، يدعي أنه يحيي، أنه يميت، يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، يقول للخربات اتبعيني بكنوزك فتتبعه كنوزها كأنها يعاسيب النحل، يضرب هذا الرجل فيقتله فيجعل بين قطعتيه الجزلتين مسافة، ثم يقول: عد كما كنت. إن التبس عليكم فلا يلتبس عليكم ربكم. قال: فاعلموا أن ربكم جل وعلا ليس بأعور. وهذه إحدى أسباب النجاء منه، فإن من عرف ربه ومعبوده بما تعرف الله به إلينا من جليل أسمائه الحسنى وكريم صفاته العلى لم يلتبس عليه هذا الدجال الدعي الكذاب، ولم يخف عليه الفرق بين صفات الخالق التي لا يشبهها فيها أحد وبين هذا الدجال الذي صفته صفة النقص وتركيبه تركيب العجز، وهو أشبه بالدميم من خلق الله جل وعلا. الدجال أعور العين اليمنى، والله له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به لا تشبهان أعين المخلوقين. الدجال مخلوق من أبوين، وربي جل وعلا واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد. الدجال قبيح في خلقته، دميم في صورته، وربي جل وعلا جميل له كل معاني الجمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب أن يكون ملبسه حسنا وريحه حسنا،
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الدجال يرى في الدنيا، والله جل وعلا لا يمكن أن يراه إنسي أو جني في الدنيا. لماذا؟ لضعف الرائين، لا لخفاء المرء سبحانه وتعالى، لعجزهم وضعفهم لا يطيقون أن يتحملوا أن يروه. ولهذا أكمل عباد الله كليم الرحمن موسى وسيد العالمين محمد. موسى عليه السلام رأى ربه وقد طلب منه ذلك، ففي ألف لام ميم صاد الأعراف قال الله جل وعلا عن موسى: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، والله أنزل القرآن باللغة العربية الواضحة. لو قال جل وعلا: إني لا أرى، هل بينهما فرق؟ يا معشر العرب، قال الله: لن تراني، ولم يقل إني لا أرى. فلو قال الله جل وعلا: إني لا أرى، لكان دليل على أن الله لا يمكن رؤيته لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن قال جل وعلا: لن تراني. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. ولن للنفي المؤقت، ليس للنفي المؤبد. قال الله جل وعلا عن أخي يوسف أخوه الكبير: لما أن كان ما كان من شأن بنيامين ووضع السقاية في رحله، ماذا قال أخوهم الكبير بعدما أخذ يعقوب عليهم الموثق والعهد: لا تضيعوا بنيامين كما ضيعتم أخاه يوسف من قبل. فلما قبض عليه بدعوى السرقة، ماذا قال الأخ الكبير؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله وهو خير الحاكمين. لو كانت لن للنفي المؤبد لما أوقتت بعدها حتى يأذن أبي أو يحكم الله، دلت على أن لن في لغة العرب للنفي المحدد المؤقت. ولهذا لما قالت الجهمية والمعتزلة إن لن للنفي المؤبد، خالفهم على ذلك عامة أهل اللغة، حتى قال ابن مالك في الكافية الشافية التي هي أصل الألفية، قال رادا على الزمخشري المعتزلي ورادا على أضرابه من المعتزلة الجهمية نفاة رؤية الله، قال: ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. قال: لن تراني، ولم يقل جل وعلا: إني لا أرى. لماذا لم يره موسى؟ لعجز موسى لا لخفاء رب موسى. ودليله أن الله تجلى لمن؟ للجبل. الجبل هل هو يستحق الطاعة والمعصية؟ هل الجبل يستحق الثواب والعقاب؟ لما جاز أن يتجلى ربنا لهذا الجبل الأصم الأشم اللي ما يستحق لا ثواب ولا عقاب، فإن تجليه جل وعلا يوم القيامة لمن يستحقون الثواب من باب أولى. ولهذا يمتنع جل وعلا عن أن يراه أعداؤه الكافرون: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، وقال الإمام الشافعي الإدريسي المطلبي: وجاءته ورقة رقعة من صعيد مصر يسألونه عن هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أجاب الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله، قال: لما حجب أعداؤه سخطا، دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. وكذا قاله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهما إمامان عظيمان من أئمة الإسلام، لهما المذاهب المتبوعة: مذهب الشافعية ومذهب المالكية. تجلى الله للجبل، فهل أطاق الجبل تجلي الله له؟ لم يطق. موسى وهو الشديد القوي
ما أطاق انهداد الجبل فغشي عليه، دل على أن الله لا يرى في الدنيا لا لخفائه سبحانه ولكن لعجز العالمين أن يروه. وأفضل من موسى من؟ سيدنا وسيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عرج به إلى السماء ثم جاوز السماء السابعة فما زال في رقي وعلو إلى أن بلغ سدرة المنتهى فغشيه من ألوانها ما غشيه، فما زال في صعود وعروج إلى أن بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام فتقدم، فقال جبريل أنا حدي هنا، فقدم فغشيه نور. روى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت ربك ليلة المعراج؟ أرأيت ربك يعني بعيني رأسك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، رأيت نورا، وفي رواية رأيت نارا وهو حجابه جل وعلا. فإذا كان أكمل عباد الله لم يروا الله في الدنيا فغيرهم من باب أولى. والدجال هذا الكذاب اللعين الطريد الكافر الزنديق يدعي أنه رب العالمين ويراه الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم ممن يدركهم في زمانه، فلا يخفى علينا أمر الدجال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا التبس عليكم أي بمخاريقه خوارقه الشيطانية وبتلبيسه وشبهاته فإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ومن هذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله له عينان كريمتان لائقتان به عظمة وجلالا لا تشبهان أعين المخلوقين، على حد قول الله جل وعلا في أول الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الإجماع مبني على أسسه، فإن الإجماع مصدر ثالث من مصادر تلقي الشريعة، ولا يكون الإجماع صحيحا ولا معتبرا إلا بمستند صحيح، ومستنده هذا الحديث ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. وفي هذه الرواية فإذا التبس عليكم الدجال فإن ربكم عز وجل اعلموا أنه ليس بأعور. نعم. ولابن أبي شيبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال قال وإنه متى يخرج فإنه يزعم أنه الله، فمن آمن به واتبعه وصدقه فليس ينفعه صالح من عمل سلف، ومن كفر به وكذبه فليس يعاقب بشيء من عمل سلف، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس. الحديث هذه الرواية عند ابن أبي شيبة جاءت بزيادات على ما سبق في الروايات السابقة، ومن ذلك أن الدجال محرمة عليه ثلاث بقاع في هذه الدنيا، ما هي؟ كندا وأمريكا، ثلاث بقاع محرمة على الدجال. أولا مكة لأنها حرم الله جل وعلا، إذا كانت مكة حرام على من هو دون الدجال في كفره في عموم الكفرة فكيف بهذا الدعي الكذاب الدجال؟ قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهي حرم الله ومحرمة على هذا الخبيث. طيب رآه النبي يطوف بالبيت في رؤيا المنام قبل ادعائه الدجل وأنه رب العالمين. الموضع الثاني المدينة وهي حرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدجال سيقصد مكة وسيقصد المدينة، من تمنعه من دخولها؟ ملائكة الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم يقدم الدجال المدينة ولها سبعة فجج، فإذا رأى مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم من بعيد
قال هذا القصر الأبيض قصر محمد، وهذا إذان بأن مسجد الرسول يبنى ويعمر، وهو على البعد الآن. وشلونه؟ أخضر، أزرق، أبيض. فكلما هم دخول المدينة من باب من أبوابها أو فج من فججها أو طريق من طرقها استقبلته الملائكة معه سيوف مصلته يمنعانه، تمنعه من دخول المدينة، فيذهب فينزل في ملتقى أودية المدينة. أين تلتقي أودية المدينة؟ في شماليها، وادي العقيق، الوادي المبارك، يأتي من الجنوب الغربي فالغرب، ثم يتجه شمالا حتى يحاذي أحد. الوادي الثاني وادي قناة، يأتي من الجنوب الشرقي فالشرق، ثم يحاذي موضع المعركة الآن معركة أحد، إلى أن يجعل جبل أحد عن يمينه، فيلتقي بمنطقة العيون بوادي العقيق. يسار هذا الموضع أرض سبخة ذات ملح بجوار أضرب حمر، جبال صغيرة حمر تسمى أرض الجرف، سينزل فيها الدجال ويضرب رواقه وصيوانه، فترتجف المدينة عندئذ ثلاث رجفات، فيخرج إليه يتبع الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. الموضع الثالث الذي هي حرام على الدجال بيت المقدس، قال صلى الله عليه وسلم: ها هنا وإنه سيظهر على الأرض كلها، كلها، حتى كندا، حتى كندا، حتى البرازيل، حتى الصين، الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس. لماذا لم يذكر حرم المدينة؟ لأنها دخلت في عموم قوله إلا الحرم، فإن الحرم يشمل الحرم المعهود المكي والمدني. قال عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال، قال: وإنه متى يخرج فإنه يزعم أنه الله. ومعنى خروجه أي ظهوره بالبلاء العظيم والفتنة العمياء في امتحان الناس بأنه رب العالمين، يدعي أنه رب العالمين. ادعاؤه أنه نبي قبل ذلك ليس فيه خروج قوي وظاهر، وكذلك ادعاؤه أنه ولي قبل ادعائه النبوة، لكن مبلغ شره ادعاؤه أنه رب العالمين. قال: فمن آمن به وأتبعه، اتبع الدجال وصدقه، فليس ينفعه صالح من عمل سلف، أي لا ينفعه إيمانه الذي سبق ولا عمله الصالح الذي مضى، لأنه نقضه بماذا؟ بالكفر، نقضه بالكفر والشرك لما آمن بأن الدجال هو ربه. وفيه دليل لما أجمع عليه المسلمون أن الكفر إيش؟ أن الكفر والشرك يحبطان العمل، فإذا مات العبد على كفره وعلى شركه فكل عمل صالح وإيمان كان منه فإنه حابط، بل هدد الله عز وجل بذلك الأنبياء. تقرؤون في سورة الأنعام في سياق ذكر الأنبياء 18 ذكرهم الله في آيات مترادفة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. نكمل إن شاء الله الكلام على حديث سمرة في الدرس 21 بعد الصلاة. والآن إلى ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: هل يصح تسمية المدينة بالمدينة المنورة؟ اسم المدينة هذا اسمها، أما المنورة فهذا وصف
ليس باسم، فإنها استنارت بنور الإيمان، واستنارت بنور السنة، واستنارت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعدما كانت قبل ذلك في دياجير الظلم والشرك، فهي منورة بالإيمان. والاسم الصحيح المدينة، أما المنورة هذا وصف لها، وتقيد أيضا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مدينة النبي، والله أعلم. يقول: ما صحة حديث يدخل الجنة المرء رغم أنفه؟ أنا لا أعرف هذا اللفظ، وإنما الذي ثبت في الحديث: يعجب الله جل وعلا إلى أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ومعناه أنه قيد إلى الجنة رغما عنه كما في الجهاد في سبيل الله. هذا السائل يقول: في بعض العلماء يقولون إن عيسى عليه السلام سيقوم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد. هذا كلام غلط وكلام باطل، وهذا من الكذب على نبيين، على عيسى وعلى محمد صلى الله عليهما وسلم. وهذه محاولة من بعض علماء السوء لتسويغ الاستغاثة الشركية، الاستغاثة بالأموات والمقبورين: يا فلان، يا رسول الله مدد، يا سيدي فلان أغثني. فإن الدعوة إنما تكون لله عز وجل، أما النبي والصالح فإنه في حال حياته يطلب منه دعاء الله، كما كان الصحابة إذا ادلهم عليهم أمر وأصابهم جدب سألوا رسول الله أن يستغيث الله لهم. دخل أعرابي والنبي يخطب في مسجده في المدينة في يوم جمعة كهذا اليوم الذي غربت شمسه، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. الرسول حي ولا ميت؟ حي. فرفع النبي يديه ودعا الله فأغاثهم الله، مات عليه الصلاة والسلام الموت التي كتبها الله على بني آدم. فأصاب المسلمين في عهد عمر جدب عظيم في السنة 17 من الهجرة بعد موت النبي بسبع سنين، حتى صارت أرض المدينة كالرماد. وأنا ابن المدينة، إذا قل المطر على أرض المدينة أصبح طينها كالرماد. فخرجوا يستسقون لما أصابهم من الجدب والبلاء والقحط، فقال عمر رضي الله عنه بمشهد الصحابة كلهم: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا فتسقينا، أي في حال حياته، وإنا نستسقيك بعم نبينا. من عم نبيهم؟ العباس. أيهما أفضل، النبي أو العباس؟ قطعا النبي. لو علم الصحابة أنه يجوز أن يأتوا إلى قبره في مواجهته: يا رسول الله، ادعوا الله لنا بالغيث، يا رسول الله، مدنا بالغيث، لما جاز لهم أن يذهبوا إلى من دونه. لكن علموا وأيقنوا أنه لا يجوز دعاؤه بعد موته، قال: وإنا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادع الله لنا. فقام العباس فدعا، وأمن الصحابة على دعائه، فما غادروا مصلاهم إلا والمطر ينهمر. فهذا الذي يقول إن عيسى ينادي يا رسول الله، هذا كذب على عيسى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنه يكفينا الدجال إن كان فينا، ثم يخبرنا في أحاديث أخرى كيف يقضي عليه عيسى، لأن نبينا لا يعلم الغيب، ولما لم يعلم الغيب ما درى هل يخرج الدجال وهو فينا أو يخرج الدجال وليس فينا. ولهذا قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أكفيكم إياه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. ثم استخلف الله، قال: والله خليفتي على كل مسلم. يقول: استعرت حقيبة من تاجر، وعندما أخرجت النقود من حقيبتي لأدفع له سقطت ورقة 10 ريالات،
فحلفت للتاجر أنها لي، وعندما أعدت عد نقودي اكتشفت أنني أخطأت، فأرجعت للتاجر الريالات العشر. إما إرجاعك العشر ريالات فقد أحسنت فيها، بقيت حلفك ويمينك، وهذه يمين مكفرة، فتب إلى الله وكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين، والله أعلم. يقول: اعتمرت وأسأل الله القبول، وأريد أن أعتمر عن أمي الميتة، فمنهم من يقول لي يجوز ذلك